تقع قرية زامة على بعد 20 كيلومترا من مدينة جبلة و50 كيلومترا من اللاذقية. تتوضع في حضن جبلي وادع مرتفع عن سطح البحر 600 متر ومشرف على مناطق واسعة حبها الله أصناف الجمال، حيث يحدها من الغرب قريتي القلايع وكفر دبيل، ومن الشرق قرية متورة، ومن الجنوب قرية السكنية وقرية البودي. تعود تسمية زامة وفقا للرواية المتعارف عليها إلى قرية في صحراء تونس اسمها زامة، وقد لجأ إليها ملك قرطاجة هانيبال حيث فشل في احتلال روما، وقد كانت زامة التونسية قرية زوجته التي دمرت بالكامل، فهرب إلى مصر وبلاد الشام كما يقال، واستقر في هذه المنطقة وأسماها زامة. واسم القرية ليس له أصول آرامية أو سريانية كما أغلب قرى الساحل السوري، ويقال إن القرية تضم قبر القائد هانيبال. تشتهر زامة بوجود مواقع أثرية اكتشفت في الخمسينات من القرن الماضي، مثل قبر من الحجر البركاني عليهما مجموعة من الكتابات اليونانية وصور لبعض الأشخاص نقلت إلى المتحف الوطني آنذاك. كما تتحدث الروايات أيضا عن سرير بنت الملك، وهو كما يقال سرير صخري كبير مزين بالزخرف والرسوم، كانت تنام فيه بنت الملك الذي حكم هذه المنطقة. كما أن بقايا السرير موجودة في أرض الديري، الدير الموجود في المنطقة. يعتمد أهالي القرية على حراسة الجدران الجبلية الرعوش التي استخلصها الأجداد من الصخر ليزرعوها ما يقيتهم من قمح، وحولها أشجار الحمضيات والتفاح والجوز وغيرها. لكن طبيعة القرية الجبلية ساهمت في السنوات الماضية في زيادة أشجار الزيتون المزروعة، حيث أصبحت القرية تعتمد على محصول الزيتون بشكل كامل في الزراعة.